معلش بعد اذن حضرتك، هل ممكن نجرب بس ناخد المكالمه ديت؟ انا معلش في الرتبه انا بدات فوق. فالمقدم عمرو الدردير هو رئيس مباحث في سجن اسيوط، واعتقد هو هيتكلم عن لما كان رئيس مباحث في سجن المنيا بالنسبه لاحداث ثوره 25 يناير. للسؤال هو ايه اللي حصل في 25 يناير او الاسئله؟ يا ترى معانا سياده المقدم. مساء الخير يا استاذ حافظ. اهلا، مساء الخير يا فندم، اتفضل حضرتك. وتحياتي حضرتك للساده اللواءات الموجودين اساتذتنا وللساده الضباط الزملاء كلهم الموجودين عند حضرتك. واولا انا حاليا مفتش مباحث سجن اسيوط. وكنت رئيس مباحث سجن المنيا اثناء احداث ثوره 25 يناير. وعشان ما اطولش على حضرتك، المثل اللي انا هضربه لحضرتك ده كان حضره ضباط محترمين اكثر مني حرصا على مستقبل هذا البلد. وباختصار شديد، احنا احداث سجن المنيا بدات يوم 14/2، وكان مسلسل هروب السجون بدا من يوم 29 يناير زي ما الساده كلهم الموجودين حاضرين. كان كل يوم في سجن بيهرب، ووصل عددهم حوالي 12 سجن باجمالي حوالي 26,000 مسجون تمكنوا من الهرب بالكامل من السجون. اتسرقت كل انواع الاسلحه بالكامل اللي في ال 12 سجن، لدرجه ان في سجن منهم اتكرر هربه مرتين وهو سجن المرج تحديدا. من ضمن ال 12 سجن حضرتك في سجون تم فعلا اقتحامها من الخارج، ده موضوع غير قابل للنقاش، هو سجن المرج وسجن ابو زعبل. باقي السجون هربت ازاي؟ يسال في ذلك قيادات مصلحه السجون اللي كانت موجوده في هذا التوقيت. واللي تستشف حضرتك من رد على السؤال ده، اللي حصل معانا تحديدا في سجن المنيا كان يوم 14/2، وكان ايامها اللي هو محسن مراد اللي هو مدير امن القاهره، حاليا كان مدير امن المنيا. وانا طبعا حضرتك عارف كانت انقطعت كل الاتصالات بيننا وبين قيادتنا في المصلحه من يوم 28 يناير. لكن احنا ومعايا ضباط احسن مني موجوده في السجن، لان احنا حاسين بالمسؤوليه، خدنا احنا الاجراءات بتاعتنا من غير ما هنرجع لحد، وقعدنا بيتين في مكتبنا 38 يوم متصله بالكامل. فوجئت يوم 14/2 اثناء محاوله الهرب، كان الاربع اوض اللي مفتوحين بحوالي 150-160 مسجون فقط اللي كانوا موجودين من قوه 1500 مسجون في سجن المنيا. وخطفوا اربع افراد خدوهم كرهينه وسيله ضغط علينا عشان يهربوا، وكانت مفاتيح السجن كلها معايا. وصل اللواء محسن مراد خلال 10 دقائق تقريبا من اخطار محاوله الهرب. طلبت من سيادته ان هو يديني ضابط امن مركزي بالغاز فقط عشان الم ال 150 مسجون وسيطر على الموقف. فوجئت بسيادته رفض تماما. كررت الطلب عليه اكثر من مره عشان ما اطولش على حضرتك، رفض تماما. في خلال فترة رفضه قعدت حوالي ساعة الا ربع تقريبا. طبعا انا عارف ان المساجين اللي جوه بتكسروا الاوض على زمايلهم وبتخرجهم، الى ان وصل عدد المساجين اللي خارج الغرف من 186 اوضة اتفتح عندي 113 اوضة، بما فيهم نزلاء الاعدام والنزلاء شديد الخطورة. في اللحظة دي انا كان بيتبادر لذهني كل الكلام اللي كنا بنسمعه من يوم 28 يناير عن الاهمال والضباط المتعمد. انا كنت رافض الكلام ده، وكنت واحد من الضباط لا يمكن اصدق يعني ايه ضابط يسيب مكانه، او يعني ايه ضابط يفتح سجن. لكن عشان اكون صريح مع حضرتك، ودي شهادة امام ربنا، ان في اللحظة دي من الموقف المتخاذل اللي هو محسن مراد وهدوء الاعصاب الشديد اللي هو فيه اللي مش متناسب اطلاقا مع الموقف وخطورته اللي احنا فيه، جه على ذهني الكلام اللي انا كنت برفضه. ورحت لسيادته قلت له يا فندم انا جيت لسعادتك اكتر من مره، سعادتك جاي تعمل ايه هنا بالظبط؟ قال لي اتفضل خليك على مكتبك بره وانا هتصرف. قلت له حضرتك من ساعه ما جيت انت ما بتتصرفش في حاجه. وبعد اذن حضرتك، اللي في دماغ سعادتك بالحرف الواحد يا استاذ حافظ، اللي في دماغ حضرتك مش هيتم عندي. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني سعادتك ما فيش مسجون هيهرب من سجن المنيا الا على جثتي. في اللحظه دي الافراد اللي موجودين كلهم حسوا فعلا ان هم كل ما حدش فيهم جبان. فوجئت بيه، راح سيادته مديني ظهره، راح متصل بالموبايل بتاعه، قال اتفضل يا بيه اتكلم. مين يا فندم؟ قال عدلي بيه فايد. كلمت عدلي بيه فايد على التليفون، اؤمر يا عدلي بيه. قال لي يا عمرو يا ابني انا اخوك الكبير. قلت له يا فندم انت صاحبك استاذنا امرني. قال لي انا خايف عليك يا ابني، اسمع كلام محسن بيه واطلع بره وسيبه هو يتصرف. قلت له يا فندم كل ما حد يكلمني يقول لي خليك بره خليك بره، للمره الثانيه بكررها لحضرتك، انا مش هسيب مكاني ومفيش مسجون هيهرب من سجن المنيا. وكان معانا ضباط جيش تشرف وضباط امن مركزي وقوات امن في المنيا تشرف، بدون ما اذكر اسماء عشان ما اسببش لحد فيهم اجراء، وابقى انا الوحيد اللي متحمل نتيجه هذه المداخله التليفونيه فقط لا غير. ولغينا محسن بمراد واقتحمنا العنبر، وربنا وفقنا وطلعنا الاربعه اللي مخطوفين من جوه، وثلاث مساجين توفاهم الله و11 اصيبوا بالقانون.
وبعد ما نزلت احد القيادات اللي هو على راس قيادات امن المانيا حاليا طلب مني ان انا ادخل اعتذر لسيادته ورديف كلمتين في مكتب المأمور. دخلت لسيادته المكتب ومعاه الاربع افراد اللي مصابين اللي كانوا مخطوفين. افندم شرفنا حضرتك وشرفنا ومحدش عندنا هارب والاربعه هم رجالتنا تمام، وبعتذر لحضرتك عن اي حديه في اسلوب في كلامي مع حضرتك لان كان كل غرضي حرصي على المكان. انت مش عارف انت عملت ايه يا ريه؟ قلت له يا فندم انا ما عملتش حاجه غلط، انا هوريك. قلت له والله يا فندم وريني. فوجئت سعادتك بعديها بشهر بالظبط قرار انتداب لاداره البحث الجنائي في القاهره، يعقوبها قرار ايقاف عن العمل في تاريخ 21/5، كل ده عشان الموقف اللي انا حكيته لحضرتك باختصار شديد جدا يا استاذ حافظ. وردا على الساده اللواءات اللي موجودين عند حضرتك اللي بيقولوا سعادتك التفتيش، انا قابلت السيد اللواء منصور عاصم يوم 6/7 وشرحت لسعادته الكلام ده تفصيلا، وقابلت محمد ابراهيم اثناء زياره سيادته في اسيوط 20/2 وحكيت لسيادته تفصيلا. سئلت في التفتيش بالمستندات 6 مرات. احنا ما عندناش تفتيش يا استاذ حافظ، اللي عندنا جهاز بيدار من قيادات في الوزاره لازالت بتعمل لصالح حبيب بالعدلي، والعدلي بيفات في السجن، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. وطول ما الوزاره مقتنعه ان مفيش قيادات تابعه لهذه القيادات المحبوسه يبقى الوزاره مش هتيجي قدام خطوه واحده. وانا متحمل المقدم. نتيجه اللي بقوله لحضرتك. نعم، روايه حضرتك دي سياده المقدم ده تاكيد على انه ما تذكره عائله الشهيد اللي هو محمد البطران رئيس المباحث مصلحه قطاع السجون بانه هو ايضا ربما قتل لانه حاول يمنع تهريب السجون لاحداث فوضى في مصر كثوره مضاده. يا استاذ حافظ كويس ان حضرتك فكرتني باستاذنا محمد بيه بطران رحمه الله عليه وعلى كل شهيد من شهداء الشرطه. وانا يعز عليا ان كل ضابط دلوقتي وكل فرد بيتوفاه الله واسرته بتتبهدل، زي اخت الفاضله اللي عند حضرتك اللي لغايه دلوقتي مش عارفه جوزها فين، ولغايه دلوقتي في قيادات في الوزاره مش عايز اقول لفظ يعني اتعفف ان انا اقوله على حضراتهم موجوده لغايه دلوقتي في الخدمه. بالنسبه لمحمد بن بطران الله يرحمه، محمد بن حضرتك توجه لسجن الفيوم اولا توفاه الله في سجن القطه. وايه الغرض يوم وفاته انه يصار اعلاميا انه توفاه الله في سجن الفيوم؟ دي نقطه يسال فيها قيادات مصلحه السجون، دي نمره واحد. نمره اثنين ان محمد بن بطران توجه لسجن الفيوم يومين متكررين ورا بعض، يوم الاربع اللي هو يوم 26 يناير ويوم الخميس اللي هو 27 يناير، لان كان حصل احداث شغب في سجن الفيوم وسيادته مشكورا كان بيجي من القاهره لسجن الفيوم يلم السجن ويلم احداث الشغب وينبه على القيادات اللي فيه بان انتم ما تفتحوش على المساجين لان الايام دي ايام عصيبه امنيه. تاني يوم يخالفوا تعليمات سيادته ويفتحوا اللي على المساجين لغايه ما حصل اللي حصل في سجن الفيوم، هرب بالكامل 4500 مسجون باسلحتهم بالكامل. الاهم من كده ان مدير سجن الفيوم اللي هو نزيه جد الله اللي كان مدير سجن الفيوم وخالف تعليمات اللي هو البطران الله يرحمه وفتح السجن بالرغم ان نبه عليه 3 مرات يترقى بعد السجن ما هرب منه بالكامل، يبقى مساعد الوزير للسجون كلها. واحد ما قدرش يحافظ على السجن اللي كان فيه تمسكوا السجون كلها. خد معنا حضرتك هذا المنطق وهذا الاسلوب وانت تقدر تستشف ايه اللي حصل لمحمد بن بطران الله يرحمه، لكن حاجة أنا ما شفتهاش بعناية فما أقدرش إن أنا أفيد فيها، لكن كل الشواهد وكل المعطيات للواقع اللي حصلت لسيادته تؤكد إن في حاجة غلط. إيه هي؟ الله أعلم. شكرا جزيلا. مين يجرؤ سعادتك يدي أمر يا أستاذ حافظ؟ مين يجرؤ يدي أمر في وجود لواء زي اللواء محمد البطران الله يرحمه أثناء محاولته السيطرة على الشغف في سجن القطة؟ مين اللي يقدر يدي أمر بضرب النار وفي لواء موجود بالرتبة دي؟ لو قالوا إن هو مجند زي ما هم بيقولوا طب ما يجيبوا المجند اللي طلعت منه الطلقه غلط، ايه المشكله؟ وانا متاكد ساعتها ان اسره محمد بن بطران هترتاح وهتسامحه. لكن طول ما احنا بنعتم على الموضوع ونقول ما حصلش، ما حصلش ازاي؟ شكرا جزيلا لك سياده المقدم عمرو الدادير، كان معنا على الهاتف، انا شاكر جدا.